لجعل أرض الصراع نقطة لقاء، يقود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جهوداً حثيثة لجمع الأطراف الإقليمية من الدول المجاورة للعراق على أرض الرافدين لإيصال رسالة مفادها في بلاد النهرين نلتقي لنرتقي ونتجاوز الخلافات وتنتهي النزاعات بالوكالة، وقبل كل ذلك يكون الهدف تحقيق مصلحة العراق العليا. دور الوساطة هو دور مهم وهو دور تعزيزي لأمن واستقرار المنطقة، ولكن على أن يكون مصلحة العراق أولا قبل كل شيء. بالتالي كل لقاء على مستوى الزعامات والقيادات هو أمر مهم، ولكن لا بد أن يتحدد بمصلحة العراق ومتطلبات العراق مع كل دول الجوار. في بغداد مدينة السلام، نحن سعداء بكم في بغداد. ترحيب واسع النطاق معلن من مختلف الأطراف السياسية الداخلية وحتى الخارجية بهذه المبادرة التي تعتبر نقطة تحول في المنطقة، مع إيمان الجميع بأن العراق هو حجر الزاوية. إذا استقر استقرت كامل المنطقة، وإن تزعزع لا أحد بمأمن من العاصفة. المؤتمر لو نجح سيكون نقلة نوعية في الدبلوماسية العراقية، كونها لم نشهدها سابقاً، كذلك لم نشهد أن تجلس بلدان متخاصمة إلى جوار بعضها البعض. لازم ننتبه لشيء مهم جداً، إذا تمكن العراق من لعب دور مهم في أن يكون وسيطاً وجامعاً بدل من أن يكون ساحة للصراع، وأن يكون وسيطاً مؤثراً وليس ناقلاً للرسائل، كذلك يجب أن ننتبه إلى أن الحكومة العراقية يجب أن لا تذهب في هذا المجال بعيداً عن الأولويات المهمة في العراق، وهي الأمن الداخلي للعراق. كذلك أن الأمن الداخلي هو يعتمد على الاتفاق الداخلي وليس توافقات خارجية. وبانتظار انعقاد المؤتمر وصدور توصياته أو أي مخرجات عنه بسقف آمال عال، أو حتى إن لم تلبي الطموح، فيبقى مجرد الجلوس على الطاولة من قبل الخصوم والمتنافسين واللاعبين الإقليميين هو إنجاز بحد ذاته في جمع الأضداد وتحريك الجمود السياسي وتهدئة الأوضاع في هذه المنطقة التي طالما سخنت واشتعلت بصراعات الوكالة، والثمن دماء الشعوب وخيرات البلدان.